اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. لاحظ، يضع اليمنى، اليد اليمنى، على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا الرسغ وهذا الساعد، إذن هكذا يضعهما. لاحظ، على الكف، الكف يأخذ شيء من الكف، والرسغ والساعد، يعني يشمل الأمور الثلاث. لاحظ، هذا الكف وهذا الرسغ وهذا الساعد، هكذا. إذن يضع على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، هذا الوضع الأول، الصورة الأولى. نعم. وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر. وكان أحيانا يقبض، والقبض هكذا، هذا يسمى القبض. إيش يسمى؟ القبض. لاحظ، يقبض باليمنى اليسرى هكذا. نعم. وكان يضعهما على الصدر، في جميع الأحوال كان يضع على الصدر، وأما رواية تحت السرة فهي ضعيفة. إذن الوضع، الشيخ ذكر الصورتين وهي ثلاث. الصورة الأولى مثل ما ذكرنا، الوضع اليمنى على الكف اليسرى مع الرسغ والساعد، وهذا يسمى وضع. إيش يسمى؟ وضع. الثاني القبض. الثالث في البخاري أنه يضع اليمنى على الساعد اليسرى هكذا. واضح؟ هذه ثلاث صور واردة في كيفية وضع اليمين على الشمال أو على اليسار في الصلاة، ثلاثة أحوال تنوع فيها، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا.